يأتي هدف نهائي بلا جول، نهائي بلا جول، الجول لم يأتي، يأتي في هذه اللقطة، يأتي يأتي جول جول أول للبلوز الكبير جون تيري، هدف رقم 60 في الدقيقة 44، يأتي الكبير جون تيري ويسجل الهدف رقم 60 في المباراة رقم 654. تقشرت له، تهيأت له، أوصلت له تبيه، وبالتالي جون تيري يسجل الهدف الأول في المباراة على أساس حليه. راح يحلى النهائي الآن. مورينيو سعيد، مورينيو بالمدافع اللي سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة هو جون تيري، زميله في خط الدفاع كيهل كاد أن يسجل، أديغا كوستا ممكن أن يسجل، كوستا يتقدم، جول جول ثاني لتشيلسي، سجل دييغو كوستا تحت المطر، ويقترب الفريق الأزرق من الصعود إلى مراكز. لكن لاحظ 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 عاد من اللي صنع الهدف، أولا ويليان، ثانيا فابريغاس، ثالثا أعتقد المدافع ويلكير. شوف 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 ولاحظ معاي ولاحظ معاي التسديدة هنا، نعم اصطدت الكرة في ويلكير وتغير اتجاهها وعانقت الشباك، وتشيلسي يسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني. شوف الثاني يوجع، في الوقت اللي كان فيه فريق بوتشيتينو يبحث عن تعديل النتيجة، يأتي الآن ويسجل دييغو كوستا.